أهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين، ونلتقيكم في حلقة جديدة من برنامجكم حديث عراقي. يبدو أن هذا البلد العراق، بلدنا العزيز، يعني ما لحظ كفاءاته وقدراته والعقليات التي فيه. منذ عام 2003 لحد اليوم 21 سنة مضت، كل العقول الجيدة، كل الخبرات الجيدة، كل الكفاءات مهددة، يتقصدونها بالتهديد. وهذا ما له علاقة بالمذهبية، سني، شيعي، كردي، عربي، قوميته، دينه، مسيحي، مسلم، أبدا. هذا إلى علاقة بالتجهيل، إلى علاقة بمحاولة نشر الجهل ونشر الفوضى. هذا جزء من نشر الفوضى. وشهدنا طبعا في بداية الاحتلال عام 2003 سنوات تلته كثيرة، قتل الكثير من الأساتذة، أساتذة الجامعات، تهديدهم، الكفاءات، أطباء، مهندسين، كتاب، صحفيين، علماء، فنانين كبار في كافة المجالات. كل الخبرات، كل الشخصيات، كل العقول الجيدة استهدفت، سواء بالقتل أو بالتهديد، وهربوا الكثيرين. ملايين من الكفاءات العراقية خرجت إلى خارج العراق، وملايين منهم حصلوا على جنسيات أخرى، ومع الأسف تركوا العراق هم وعوائلهم. نعم، عاشوا في ضيق وتركوا وراهم كل إرثهم، كل ممتلكاتهم، وهربوا بجلودهم، وقسم من عندهم وجدوا الحياة في الخارج، وقسم ما زالوا، القسم الأكبر ما زالوا يعانون، لا يجدون فرصة للحياة، لكنهم يعني يعيشون كيفما اتفق. ومنذ عام 2003 لحد الآن، صنف من هذه الكفاءات، واحد من هذه الكفاءات هم الأطباء. الأطباء عندنا بالعراق دائما هم في خانة التهديد، خانة الاعتداء عليهم والتهديد. قبل أيام كنت أشاهد في أحد المستشفيات مدينة الكوت، اعتداءات على الطبيب بشكل واضح جدا جدا، وتهديدات، والشرطة واقفة لا تعمل شيئا، القوات المسلحة لا تعمل شيئا. الأطباء في العراق يواجهون مختلف أنواع وصنوف، كل المؤسسات طبعا، المؤسسات الأهلية والحكومية، المؤسسات القطاع العام، المؤسسات الأهلية يواجهون مخاوف والاعتداءات المختلفة، طبعا بدءا من التهديدات اللفظية والسباب والشتم إلى الابتزاز، يبتزوهم ويختطفوهم. كثير من الأطباء اختطفوا ودفعوا فديات حتى يخرجون، وقسم قتلوا، قسم هددوا، هجروا، تركوا كل شيء، واستقوا طبعا بالعشائر وبالميليشيات، تهديدهم بالسلاح، وحالات القتل لا عد لها. دفع الكثير منهم إلى الهجرة طبعا، كثير من الأطباء. الآن فقط إحصائيات تكلم في بريطانيا، أحدها أكثر من 6000 طبيب عراقي من خيرة الأطباء مع الأسف الشديد، وهذا ما عدا الدول الأوروبية الأخرى اللي أخذت، الدول الآسيوية كثيرة ودول عربية أخذت من الأطباء العراقيين، خيرة الأطباء العراقيين، وحتى من الشباب. الشباب يعني ربما أعداد كبيرة جدا جدا هاجروا، تركوا عياداتهم، أغلقوا عياداتهم. تلاحظ دائما في بغداد كثير من محافظات لافتات تجدها يعني تقول بالضبط واجهات الكثير من العيادات، على واجهات الكثير من العيادات مكتوب عليها تم إغلاق العيادة إلى إشعار آخر بسبب التهديدات العشائرية وخذلان المسؤولين. هاي كثير من اللافتات تجدها على عيادات الأطباء. يعني ذوي المرضى يتعرضون للأطباء بالاعتداءات المتكررة. هذا جعل كثير من الأطباء الجراحين ما يدخلون إلى عمليات جراحة خاصة، جراحة القلبية، جراحة المخ، جراحة الصعبة، يأنف من يعني يرفضها، وبسبب يتعرض المريض إلى الموت، لأن يقول لك أنا أدخلها وربما يموت المريض وأتبهذل، يعني لأن ربما أقتل، يعني واضعين التهديد قبل ما يدخل.
فلذلك الكثير منهم كوادر الطبية يعني من الأطباء ومن ذوي يعني من الجراحين لا يقبل أن يعني يعمل عمليات، يرفض. هذه صورة انتشرت يعني كثيرا في العراق، الفصول العشائرية، الفصل العشائري، كثير من الأطباء تعرضوا للفصل العشائري لوفاة شخص يعود لمجموعة من الناس لعشيرة ويأخذون فلوس ويأخذون، ومصيبة كبيرة، والطبيب وأهله وعائلته وناسه يتعرضون إلى حالات صعبة جدا جدا. يعني حتى صحيفة الجارديان البريطانية يعني فقط للدلالة على عمق هذه مو يعني مو حالة وحالتين، هذه ظاهرة بالمجتمع العراقي، أدت إلى أن ظاهرة صحيفة الجارديان البريطانية كتبت تقرير مطول عن هذه الحالة، وكتبت أن هناك ضغوط تمارس على الأطباء في العراق ومخاوف من الانتقام، هم يخافون يصل إلى استخدام السلاح ضدهم، اضطر الكثير منهم إلى الهجرة، إلى رفض إجراء عمليات جراحية دقيقة من عمليات القلب وغيرها خوفا من العواقب. هذا كله يعني طبعا الأجهزة الأمنية لم تفعل شيئا، لأنه هذا كله يدلل على أنه قانون غير موجود، ما حد يحترم القانون، حتى إذا كان موجود في ما حد يحترم القانون. ليس هناك هيبة للقانون لحماية القانون، ليس هناك هيبة للدولة لسلطاتها الأمنية، والسلطات الأمنية طبعا دائما ما تكون هي خايفة أيضا إذا لم تكن متواطئة مع هؤلاء، مع العشائر، مع الميليشيات، متواطئة أو خايفة منهم، لذلك لا تفعل شيئا. غايتهم يعني سألت أحد الأطباء الأصدقاء، سألت قال القوات الأمنية يعني أرسلوا علينا، واحد القادة الأمنيين قال يعني شيلوا سلاح، راح نعطيكم هويات لحمل السلاح، طبيب يحمل سلاح، ما علاقة الطبيب بالسلاح، يعني يحمل سلاح حتى يحمي نفسه. كارثة كبيرة. هذا الطبيب اللي كله إنسانية وكله رحمة وكله يحمل سلاح حتى يواجه به القتلة، يواجه به الابتزاز، يواجه به العصابات، يواجه به. وإذا يعني إذا بالتالي وصلت القضية إلى أن أحمل سلاح وتحمل سلاح، هناك انفلات بالسلاح، هناك انفلات بالقانون، لا قانون، لا هيبة للدولة، لا وجود للقانون، لا وجود لاحترام القانون، الدولة غير قادرة أن تفرض هيبتها. هذه الحوادث لم نسمع بها. يعني كثيرين يتحدثون، لماذا تتحدثون عن الماضي؟ يا أخي الماضي بغض النظر عن شكل النظام، لكن الماضي بالعراق من عام 2000 1921 من تأسيس الدولة العراقية لغاية 2003 لم يتعرض طبيبا لمثل ما تعرض له الأطباء والكفاءات منذ عام 2003 لحد الآن. هذا اللي يخلي الناس تنظر إلى الوراء. يعني ما له علاقة أنت شيعي، أنت سني، أنت ما أعرف شنو، أنت مظلوم، أنت غير مظلوم. طبيعة النظام، طبيعة الوضع، طبيعة السلطة أدت إلى هذا. هناك انفلات، هناك عدم احترام، هناك عدم هيبة، لا وجود للقانون. هذا كله أدى إلى ما أداه، وأدى إلى أن يتعرض الأطباء إلى هذا الصنف من العذاب، هذا الصنف من التهديد، وهذا الصنف من الضغط عليهم لكي يهاجروا. ذلك كفاءاتنا، غالبية كفاءاتنا العراقية خارج العراق مع الأسف الشديد. وهذا البلد اللي ما بيه كفاءات، ما بيه قدرات عقلية تستطيع أن تبقى على الأرض وتستطيع أن تبني شيئا، لا يمكن أن يزدهر ولا يمكن أن يتطور. هذا واقع الحال. أما الكذب والادعاءات بغير شكل، ولدينا قوات تستعرض بالشارع وما أعرف شنو، ميليشيات وشايلين سلاح، هذا لا يساوي شيئا مع حقيقة هذه الظاهرة. وقد هذه الحلقة قد انتهى. أعزائي المشاهدين، أترككم بخير وألتقيكم في حلقة أخرى. إلى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم.